يا جماعه احنا عندنا ناس تألقها وإبداعها ولو صح تعبير اختمارها الفني بيقعد يتزايد يوم ورا يوم، أسبوع ورا أسبوع، شهر ورا شهر، وكل ما وفي ناس هتعتبر إن ده طبيعي، يعني يقول لك ما هو طبيعي، ما الناس بتكتسب خبرة. لا، في ناس زي ما بدأت زي ما النهاردة مثلا، افترضنا من 20 سنة زي ما بدأوا لحد زي النهاردة، وفي ناس للأسف بدأوا أقوياء والكيرف نزل، وفي ناس فعلا قاعده عماله بتزيد زي ما كنت بكلمك على احمد وفيق. من ضمن الناس اللي انا فعلا اقدر برضو قدره مذهله ليها على التعبير بالرغم ان هي شخص طيب جدا، داليا مصطفى. انا شفت لها فيلم رعب، انا خفت والله العظيم. يا داليا كل سنه وانت طيبه، يا داليا ورمضان كريم. وانت بالصحة والسلامة، ازيك، اخبارك ايه؟ تمام. الفيلم انا دايما اتلخبط في اسمه، هو كان قبل الاربعين ولا بعد الاربعين؟ قبل الأربعين. هو ده والله والله. أنا خلي بالك أنا ما بخافش، وقصة العفاريت وبتاع دي بالنسبة لي نكتة. أنا شفت الفيلم اتلبشت تلبيشة بسببك تحديدا، وبتطلعي بتطلعي للولد في البدروم وأنا قاعد عمال بقى إيه اللي هو خلاص أستر علينا يا رب، وعمال أقرأ في سورة ياسين وحاجة، والله بكلمك بجد. فبالمناسبة الفيلم ده حلو، وكما جرت العادة داليا مبهرة طول الوقت. ربنا يخليك، ميرسي ميرسي جدا والله، فرحانه برايك ده جدا. لا لا لا، ربنا يخليك يا رب. يمكن السنه دي داليا حطت البصمه بتاعتها من خلال علاقه مشروعه. انا دايما اللي بيلفت نظري في ايه؟ انه لما بيبقى في مجموعه أقوية جوه عمل، هو سينما او مسلسل او مسرحيه، ده بيخلق دايما صعوبه لدى عناصر العمل ده، انه انا هبان ازاي. وانتي لما شاركتي في الـ في الـ في الـ في المسلسل ده الحقيقه نورتي ما شاء الله بزياده. السؤال بقى، هل الاسهل ان يبقى اللي حواليا اقوياء، ولا الاسهل ان انا ابقى اقوى واحد في الموجودين عشان اروح؟ لا، اللي حواليا اقوياء ده الطف واحلى بكتير، لان لما يكون قدامك ممثل بيمثل كويس وانت بتمثل قدامه المشهد بيبقى عالي. لما الممثل اللي قدامك حتى لو انت ممثل شاطر بيبقى فيه معاناه وبيبقى فيه صعوبه شديده جدا لما يكون اللي قدامك ممثل ضعيف. فبتبقى كانك بتقدف لوحدك لما يبقوا الاثنين قصاد بعض، في يعني في قوه في الاداء من ناحيه زميلي ولا بتاع، فبيطلع المشهد حلو وعالي. وكمان انا كان من حسن حظي انه العمل ككل، حتى يعني كل حاجه المخرج كان عظيم خالد طبعا. يعني مش قادره اقول لك يجنن خالد مرعي طبعا. مخرج طبعا طبعا. كل عناصر اللي كانت موجوده لنجاح المسلسل ده ما كانش ينفع يبقى ممثل ضعيف، كان هيتصلح قوي، لان كل العناصر ناجحه بجميع المقاييس بجد. يعني الزوجه اللي تعرضت للظرف اللي انت تعرضتي له وعبرتي عنه بمشاعر اقدر ادعي انها هي وكانها حقيقيه، يعني ربنا طبعا ما يكتب على حد هذه الظروف، لكن مشاعر مخيفه جدا وصراع مشاعر، وصعوبتها مش في المشهد اللي بنتفرج عليه سوا دلوقتي مع مي عمر، صعوبتها بالنسبه لي في مشاهدك مع ياسر جلال وانت عارفه انه نازل رايح لمراته التانية، انت عارفه وبتتعاملي بمنتهى الهدوء. بس انا عندي وجهه نظر انه الست ما دام انت مش هتقدري تواجهي وتاخدي موقف فما تواجهيش افضل. يعني لا تواجهي وتاخدي موقف، لا اما ما تواجهيش. فدي وجهه نظري. المسلسل كان المشاهد اللي ما بيني، انت صدقت جدا، المشاهد اللي كانت بيني وما بين ياسر جلال وخاصه الاخيره دي كانت بالنسبه لي من اقوى المشاهد عندي. لانه صحيح. انا ما بين نارين، انا جوايا كست زوجه حبيبه بتحبك وفي نفس الوقت عايزه تلبسك المصيبه دي لانك تستاهل انك تلبس. ودي كانت عاليه فعلا. يعني المشهد اللي ما بيني وما بين ياسر وانا بقول له انا، هو بياخدني في حضنه بقول يعني اللي هو بما معناه انا هلبسه لك حتى لو انت، هو كزوج طبعا لان الشخصيه بتاعت عمرو شخصيه محترمه برضو جدا. هو هي نزوه، ف
هو ضحى عشان خاطر مراته، ومراته في نفس الوقت قوية، ما هياش الست الضعيفة، هي أيوة. هي كويسة شخصية. كويسة كويسة إلى أن يثبت العكس. شخصية بالظبط يعني. والله كان أداء أكتر من رائع كما جرت العادة، ربنا يخليك. في انتظار ان احنا برضو يعني نشوفك، يعني هيبقى شيء لطيف انك تنورينا جوه الاستوديو كده. ان شاء الله ده يشرفني والله العظيم. الله العظيم. وبقى بقعد اقول الكلام ده وما فيش حد بقى زعلان جدا، بتبقوا مشغولين. لا لا والله ماشي ان شاء الله. اتفقنا. يلا سعيده بمكالمتك جدا. انا اكتر. كل سنه وانت طيبه ورمضان كريم. وان شاء الله في حاجه تانية قريب جايه ولا ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله. في مسلسل حلو قوي اسمه الملاحات، اخراج حمائي، محمد حمائي، وتاليف محمد ناير، ومسلسل رائع رائع بجد يعني. ثانيه واحده، اخراج محمد حمائي مين؟ لا مش المخرج، في محمد حمائي ثاني مخرج. ماشي اوكي. اصل انا يعني انا اتوقع من محمد حمائي المطرب بيعمل اي حاجه يعني، ان هو شغوف برضه. لا مش حمائي، لا ان هو دايما مملوء بالشغف. طيب ماشي، انا قلت ده هيبقى يعني حاجه جديده جدا علينا. اوكي بس مفيش مشكله. اشكرك يا داليا، نورتينا وشرفتينا، وفي انتظار الشغل اللي جاي باذن الله، وكما جرت العاده هيبقى بمنتهى الابداع والتالق حقيقي يعني. الف الف شكر ليك. الف شكر ليك. شكرا ليك. اشكرك.